تنكح مش هتعرف تلعب عليها يا ملقف، من الاخر يعني وش كده ونجيب من الاخر. ستات الابراج في يعني منهم كده ستات عافية، مش عافية في الصحة، دي حاجة تانية، عافية في مسألة القدرات. للأمانة مهما انت تكون راجل بتعرف، خد بالك بقى، مش هقولك بتلعب، بتعرف تلعب، يعني شوف الموضوع واصل لحد فين. في ستات معينة في المنطقة دي خاف على نفسك وارجع لورا. ليه؟ لان هي ستات عندها قدرات فظيعة. نشرح بقى طبعا ايه القدرات دي عند كل ست، ومين الستات بقى اللي بتبقى عارفة بمزاجها وسايباك تلعب تحت عينيها، ومين الستات اللي بتزنقك، ومين اللي هكذا، يعني بقى تفاصيل كتيرة. بس في البداية برحب بيكم وطمنوني على الصوت والصورة، واخبطوا اللايك المشنكح اول ما توصلوا. ياسمين نوفل من اوائل الناس دايما في اللايفات، في التعليقات لا هي في اللايف تيجي، ما تعرفش ليه يعني، بس في التعليقات على الفيديوهات او الحلقات بيبقى الموضوع صعب. مين يقدر يتوقع مين الستات اللي الراجل يعني يبقى منظرك اسفلت قوي يعني؟ بص يا فرح، ملهاش علاقة بالحاسة السادسة، الحاسة السادسة دي يعني عامل من ضمن العوامل. انا مستني شوية على ما تتجمعوا، تمام؟ استنى حاجة بسيطة على ما تبدأوا ان انتوا تيجوا. يعني اللي بتكلم واحد بقى تكنسله دلوقتي، الموضوع مهم. اللي عندها ميعاد تأجله شوية، يعني متفقين هيتكلموا على 12، ما يجراش حاجة اما يبقى 12 ونص واحدة هكذا يعني، ها؟ مش كده؟ بصوا يا جدعان، من الستات دي العسل بنوتة الميزان دي بارعة، يعني دي مثلا. هو دايما الموضوع بدرجات، لأن في ست دلوقتي ممكن تيجي تقول لي يا عمنا ايا كان، يعني انا اتقبل اي حاجه من عيلتي. يعني الستات كلها بتشم ريحه الخيانه والاشياء دي، ما انا اقول لك في درجات. احنا بنجيب العتاوله العمالقه، تمام؟ عندك ست الميزان. ست الميزان دي من اول ما يفكر، من اول 5 دقايق لعب، بيبقى بالنسبه لها مفقوس ومفضوح ومكشوف. تعمل نفسها بقى مش واخدة بالها، ماشي، عشان المركب تمشي، عشان عايزة توصل لحاجة، ما علينا. انما هي ست تضحك وتهزر وتقلش وتقول افهات وتزنق، خدوا بالكم. ويعني اسود حاجة في الست اللي انت مرتبط بيها اما انت ما يبقاش ليه بوادر للزنقة، يعني ما فيش بوادر للزنقة. لان الميزان دي من الستات احنا عارفين اللي عندها نوع من أنواع قراءة ما بين السطور، إنجاز التعبير، واستخدام ملامح الوجه، بتطوع ملامح الوجه في أي سيناريو هي عايزاه، فخافوا منها. ست الميزان، عشان لو جت واحدة مثلا تتكلم معايا تقول لي أنا ميزان وهو بيخني، لا يمكن، وما كنتش أعرف يعني. يا ميزان مضروب يا في حاجة غلط، عارفة، حاسة أقل تقدير يعني. خافوا من الميزان، عشان الميزان لو قفشتك هتشنكحك، عارفين؟ اللي عارف معنى الشنكحة ايه يقول لي هكذا، وادي دقني كالعادة، كنتوا عارفين يعني. كمان ودي انتوا مخدوعين فيها جدا، وهي من الطب، من الاساتذة في حاجة زي كده، عارفين مين؟ توقعتوا مين؟ السندريلا، السرطان، السهتانة البهتانة، ام عيون دبلانة، اللي لما تتكلم معاه تحس ان انت عايز تنام. صوت السرطان تنام عليه على فكرة، عشان تبقوا عارفين يعني، الا لو السرطان مخشن شوية بقى، يعني في بعض السرطانات بتبقى مخشعة، يعني عوامل وراثية داخلة، حادثة عملت عملية هكذا، ممكن يعني حاجة في الاحبال الصوتية، يعني بتشيش مثلا، القص المعسل يعني بيبقى النوع مخدوم شوية هكذا. انما لما اقول لك ان السرطان يعني الصوت بتاعها مسهوك، فانا بقصد 90%، 10% دول اللي انا بقول عليهم. يعني واحدة بقى كيفت معسل، عارفين المعسل هكذا، واحدة على سبيل المثال مرتبطة بحلوف بعيد عنكم يعني، فطول النهار بيجعروا قصاد بعض، فمن كتر الجعير الاحبال الصوتية حصل فيها يعني انهيار عصب هكذا، كل ده بيمشي يعني. فالسرطان احذروها. طبعا من الستات اللي بتمتلك الحاسة السادسة، تمام، ومن الستات اللي عندها نسبة إحساس، يعني
هو في احنا بنقول برج المتناقضات، في البعض يقول لك ازاي السرطان بتحس باللي قدامها وازاي ممكن ينضحك عليها في الحب، ودي حقيقة، لان السرطان احيانا تبحث عن الحب للحب بس، يعني تبقى عارفة اللي قدامها ده واللي معاها ده حيطة مايلة، بس هي محتاجة الحب، هكذا هي الفكرة كلها في كده. انما السرطان في كشف بس الميزان تختلف، الميزان لما تكتشف خيانة الراجل ممكن تقطع له ديله، السرطان لا، يعني ممكن تنسحب، تبتعد، تكتئب، هكذا يعني الفكرة كلها. كمان عندكم ست الجوزاء، الجوزاء رهيبة في شيء زي ده، والجوزاء من الستات اللي في أحيان كثيرة تعمل نفسها مش واخدة بالها عشان الموضوع يمشي يعني، أو الدنيا تعدي أو كده، إنما بشكل عام ست الجوزاء فظيعة في حاجة زي كده، فظيعة في لقط، لأن إحنا دايما لما نتكلم حتى عن الجوزاء نقول إيه، لو أنتوا فاكرين بتلقطها قبل ما تطير، صعب قوي مع الجوزاء إن أنت تلعب بديلك وهي مش واخدة بالها من حاجة زي كده. في النهاية ديلك ده مصيره القطع برضو مع بنوتة الجوزاء. كمان من أخطر الستات طبعا، ما ينفعش حاجة زي دي تيجي وتفوتنا، بنوتة العقرب المائي دي بقى، دي بقى لا يمكن يعدي عليها حاجة زي كده إلا استثناءات برضو زي ما احنا قلنا، ودي لن تكتفي بقطع الديل، دي يعني تقريبا هيبقى في الموضوع هيتعدى معاها لأكتر من كده، بغض النظر عن التلطيش على القفا هيبقى في تقطيع ودان، مفيش أي مشكلة يعني. مع العقرب لو أنت ارتبطت بيا وحبيت أكن السلطانية واكتشفت إن أنت بتخني، أنا لن أكتفي إن أنا أكشفك بس، أنا لازم أعذبك أنا، وهكذا، وده بقى انتقام العقرب في العاطفة يعني. فالعقرب فظيع، الراجل اللي مرتبط بعقرب ما بيعرفش ان هو يلعب بديله خالص، حتى الباسورد، عارف انت لو عامل باسورد للموبايل وفاكر نفسك يعني فكيك يعني زي ما احنا بنقول هتلقطه ازاي، حتى لو عمية، لو ما بتشوفش، لو ايه هتشوفه، هي العقرب كده، انسى، ما تسألش ازاي، دي حاجات بتاعت ربنا بقى ما تسألش فيها انت، تمام. كمان في بنوتة العذراء، قنبلة الذكاء، وما دام هي قنبلة الذكاء أكيد ليها نصيب في حاجة زي كده، العذراء كتير ممكن يهمشها في حاجة زي كده، إنما بنوتة العذراء بنوتة صعبة جدا فوق ما تتخيلوا في حاجة زي كده، وبنوتة بيبقى برضو يعني العذراء عندها نوع من أنواع الصبر وطولة البال على الشيء زي ده لحد ما تستوفي كل أدوات الجريمة قدامها، يعني هي من البداية حست وهي تقول لك انا احساسي ما يكذبش، لذلك هي دايما مسوداها على نفسها، تمام، يعني دايما العقرب العذراء مسوداها على نفسها لان حاسه ده مش كويس، ده ما الناس كلها فيها عيوب يا عذراء، هتقعدي تدققي بقى مش هتعيش هكذا يعني. فالعذراء من الستات الفظيعه كمان في حاجه زي كده، ومن الستات القويه في شم حاجه زي كده، ويمكن دول اكتر 5 ستات، خلي بالكم في ستات بعدهم بس انا جبت الخمسه اللي تقلق قوي انت منهم قوي وما تتخيل، يعني تلاقي لازق فيهم مثلا حوت دال وبعدهم على طول، بس انا بكلمك بقى شويه اللي لو لعبت معاهم فانت بتلعب بالنار قولا واحدا، يعني اللي عنده اي سؤال بقى جوه الموضوع جنب الموضوع ورا الموضوع قدام الموضوع، يلا مالي. ميسة لحقتي تقول 5، احنا في عصر السرعة يا ميسة، يعني انا دلوقتي لان انا محتاج ان انا انهي اللايف ده عشان عندي مكالمة، يعني انتوا دلوقتي انتوا عندكم كلكم مكالمات، تمام، اشمعنى انا جات عليا، فانا عندي مكالمة مرتبط بقى فغصب عني يعني، تمام، فده اللي بيخلي الواحد ان هو ايه ينجز يعني في الموضوع غصب عنك، او بعدين من خاف سلم، انت ظالم العقرب، احنا كيوت انتوا كيوت ومسهوكين، انتوا عارف انتوا مسهوكين جدا، انتوا بنات في منتهى الرقه وفي منتهى الكيوتاتا كمان، مش عارف دي بتتقال ازاي يعني، ومسهوكين لدرجه فظيعه ان انت تقول دي ما تعرفش تقشر بصله،
خلي بالكم انتوا الهيئة بتاعتكم يعني كبنات عقرب، بس من جوه بقى سواد اسود عشان تبقوا عارفين ده العقرب اللي هو العقرب يعني. ساعة ما تحط حاجة في دماغها العقرب دي وسعه. لا ما تقوليش، ما انتوا جميلات، امال هي فارسة الاحلام ليه يعني؟ لان هي ست قوي وبنوتة قوي وناعمة، ست ست يعني، ست فاهمة يعني، تمام، وتاخد اوسكار في السهوكة. الست مدام وصلت لأوسكار في السهوكة خلاص بقى. الطور شو أخباره؟ ما دام أنت بخير يا هلا، يبقى هم بخير على طول، ما تقلقيش. أعرف الجوزاء بيحبني إزاي؟ موضوع طويل أوي أوي فوق ما تتخيلي. أنت برج إيه؟ المرأة الحديدية الجد عليا، مش عليا دي اللي كانت بتقول لي مش في اللايف، في المنشور اللايف عليا انا عقرب. اه ما انت تلاقيكي مدوباهو، خلي بالك. ايناس ازيك؟ انا زي الفل والله، انت عامله ايه؟ ميزان بقى وزمالك مش هخلع كل اللي معاك يعني. يا جدعان اصل بنوتة التور من البنوتات اللي هي مخلصة، بتتعامل بإخلاص مع اللي قدامها يعني. يعني ساعة ما ترتبط بحد بترتبط بيه بعد تفنيد وفحص كبير قوي، فصعب بقى بعد كده ان هي تفتش وراه. مش من الستات اللي دول بيفتشوا، الاخوه اللي جم دول بيفتشوا وبيلقطوا. الطور ما تفتش، تريح دماغها، تمام، هكذا يعني. دول يفتشوا بقى ويدوروا. الحوت بنبنايه شو عنها تقول؟ ده انا قايل حاجات كتيره قوي. الحوت دي ما يعني مهما احنا نقول حاجه فظيعه، هي بس عيبها بتزعل بسرعه يعني، بتشيل في نفسيتها بسرعه يعني، وملهاش تقول على الحلاليف. الحوت إذا ارتبطت بحلوف بيجيب أجلها، بعيد عنكم يعني. بقول لك أنا أسد غادة، آه زعيمة العس، أخبار الشبشب معاك إيه؟ ها؟ أنا متأكد إن أنت أكتر حاجة بتشتريها هي الشباشب، مخلصة فلوسك عليها. الأسد منتظر كتير، منتظر إيه بقى؟ الحوت والعقرب توافق عالي، عالي أوي، رغم إن في بعض المشاكل بس عالي برضه. ماشي يعني، مش وحشة. وأنثى الأسد إيه نظامها؟ لا يا أنثى الأسد يعني اعتقادها إن اللي معاها لا يمكن يبص لواحدة غيرها بيخليها يعني، هي أولا لو زنقته هيبقى أيامه أسود من شعر راسي، تمام؟ لأن إحنا عارفين دي ما بتتفهمش. بس ست الاسد برضو ملهاش صبر ان هي تدور وان هي تشك وان هي، فهي ست الاسد يعني متهوره شويه في العاطفه، مندفعه شويه في الموضوع ده، بتقول اللي عندها وعايزاك تجيب اللي عندك وننجز وخلاص. والحياه بقى ما بتحب الدنيا، ما تحبش يعني تدور على حاجه ممكن ان هي ايه تزهقها، تقول لك ان بان قدامي دليل. احنا بنتكلم على الجماعه المتمرسات في حاجه زي كده، تمام؟ من درجه كلامي عنهم عطشت. حد ياخد شوية وفاء. الطور يتوافق مع مين؟ يتوافق مع كتير قوي منهم، جدي وعقرب مثلا يعني في الطب على رأس الموضوع يعني. حمل والله زنقته السواد، دي حقيقة، دي حقيقة، الزنقة بتاعته السواد اسود منقوع، ربنا ما يكتب عليك يعني. بنت الدلو، ما احنا قلنا ان بنت الدلو، وقلنا ان بنت الحوت بعدهم على طول، لازقين فيهم في قفاهم على طول. الفكرة كلها دول الاتنين لازقين في قفاهم على طول، مش سهلين برضو يعني، فوق المتوسط، فاهمين؟ بتابعك من بدري، تسلميلي والله، دومي وحنون تسلميلي. اشرب بصوت راوي وسكينة اللي هو ايه، صوت الكركرة. اه عليا والله انت مزاجك رايق عليا، انت برجي عقرب بقى، عقرب، تمام. ابتدت تكيسني. هلا بتقول لي فانتا بالبرتقال، بلح والله يا هلا. برج الطور وخطيبي برج الجوزاء توافق صعب، صعب بس محتاج ما يعني تتعبي شوية يعني. هو هجاز، انا دايما اقول مع بص ما اعرفش امسك نفسي لما يجي سيرة الجوزاء ده، رجل هجاز فهيهجس عليك كتير يا ثورية، خدي بالك بقى.
يا تطنشي وتكبري لو بتحبيه قوي وشايفه فيه مميزات تانية وانا اشك يعني، يا اما توقفوله على الواحده والنطح يشتغل بجد يعني، حاجه نتكلم فيها بمنتهى الامانه. المراه الحديديه بتصبر لا تقفشه، اه، والقفشه بتاعتها بتبقى سواد قوي فوق ما تتخيلي، القفشه بتاعتها بتبقى فظيعه جدا. سمر عطله بتقول لي قمر الدين ده في رمضان ده. لعلمكم انا في حاجات ممكن اشربها ما اعرفهاش يعني، خلي بالكم انا بفتح التلاجة واللي الاقيه. صحة وعافية بس عزمنا معاك أميرة محمد. الحاجات غليت يا أميرة النهاردة، ما عادش حد بيعزم حد، مفيش عزومات، العزومات اتلغت، كل حاجة غليت، فما دام كل حاجة غليت ما عادش بقى الواحد يمسك بقى يخلي باله. الفكرة كلها في كده يعني. حمل وميزانية كريمة توافق عالي أوي، عالي فوق ما تتخيلي. عندك حق، الجوزاء ده فاضي فعلا. مروة ده، مروة شكلها شايلة قوي، ده مروة شايلة ومعبية قوي يا سنين السنين. سيبها دي رقيقة. ليدي قطاطة بتكلم حد في لايف تاني تقريبا كالعادة يعني. جنات صحة، وانا والله كان نفسي اوزع عليكم والله، تعرفين لو انتوا هنا كنت وزعت عليكم الكوباية دي كلها، بس يلا بقى. انا حمل وجوزي دلم، العلاقة ايه بينا؟ توافق جيد. طب رد عليا، ما انا رديت يا غادة، انت اسد وقلت لك مخلصة فلوسك على الشباش، يبقى رد على ايه تاني؟ صحة على قلبك، تسلمي لي يا ياسمين والله تسلمي لي. انا عقرب وجوزي عقرب، ماشية ايناس نعمين يعني. انا بكى، انا رديت اهوت، رديت والله عليك. انثى الجدي محتارة اتعامل ازاي مع رجل الميزان، مش هتعرفي يا إسراء. هو أنت إسراء بتاعت الشخلعة والبشتكة بتاعتنا ولا واحدة تانية؟ لأن البروفايل متغير. كنت أنت ولا دي أختك التوأم؟ عشان نفهم بس. رد عليا لو سمحت. عيوني حاضر والله، بس على إيه بقى؟ عايز أعرف الزفت الجوزاء بيحبني. بيقول لك كلام حلو. الجوزاء ملول، بيزهق، بتحس ان هو زهقان منك، ولا ما بيصدق ان انت تكلميه ويفضي نفسه عشانك وما يختفيش قوي؟ اما بيبقى ماشي معاكي بيبقى محترم نفسه كده، ولا عيونه عامله زي الرادار رايحه جايه كل ما بنوته تعدي هكذا؟ اللهم طولك يا روح ملك يا عليا. بس عقرب وده له توافق صعب يا اميره. ماجي، ماجي برضو بتاعتنا ولا حد تاني؟ بتغيروا البروفايل وانا بعلمكم من البروفايل بتاعكم، من الصوره بتاعتكم يعني. برج الميزان، عايز اعرف ايه التوقعات. انا ما بتكلمش في التوقعات شكل الجديدة. مساء الورد، مساء النور اميرة الاحمد. جدي وحمل سواد اسود، صعبة، روحي طلقيه بقى. لا اوعي تطلقيه، انا بهرج، اوعي. قال يعني هتطلق. انثى الحمل ورجل الدلو توافق عالي، ماشي عالي التوافق. بنت الدلو ورجل الاسد يا هاله، ده مين ده؟ ولادك دول ولا مين؟ دي توافق عالي عامه يعني. سمو الاميره تسلميلي، من الناس برضو اللي مشخلعاني على طول. سمو الاميره دي والله من الناس اللي هي ما شاء الله يعني تونسيه مقصله يعني. كيف اكسب قلب رجل الجدي جوزائيه؟ والله يعني اسوات توافق صعب، فمحتاج ان احنا نطول قوي في الموضوع واحنا بنتكلم، انما انت كجوزائيه هتجدي معاناه. الراجل ده عايز يتحكم، عايز يخنقك، وانت عامله زي العصفوره اللي عايزه تطير بره القفص. هو بيحب القفصان بعيد عنك. هتقبل ان انت تقعدي له في القفص؟ ما اعتقدش. تحكم، العند، الحاجات دي كلها. بتابعك من لبنان. لا بقى لبنان دي بقى يعني حاجه ما شاء الله يعني. لبنان ديت نفسي اجي لبنان والله بجد يعني. انتوا متاخد عنكم فكرة ان انتوا يعني من اجمل بنات الدنيا بصراحة يعني، وعندكم العيون برضو ما شاء الله يعني. يعني عندنا بالمصري هنا لما واحد يقول انا خطيبتي عيونها حلوة يقول له ليه؟ لبنانية يعني ولا بجد؟ والله مش كده الجماعة المصريين يأكدوا يعني. متاخد عنكم يعني سمعة ما شاء الله جميلة يعني، فتلاقي اي حد نفسه ان هو يرتبط بلبنانيه او يتجوز بس هم عددهم قليل واحنا كتير.
احنا في مصر هنا كتير، فانتوا قليلين، فدي ده اللي عامل فجوة بقى. حمل وجدتي صعبة، مؤمن صعبة العلاقة دي شوية، يعني علاقة متعبة يعني زي ما احنا بنقول. انا الاسد معاناة مع القصح كده، وهو كمان معاناة معاك، ما في ابراج الاتنين يعانوا مع بعض، يعني في ابراج انت تتعبني وانا اتعبك، في واحد تاني بيبقى تعبان مع التاني اكتر، هكذا يعني. مش هعرف ليه اتعامل مع رجل الميزان. ادم انت برج ايه؟ حد بيقول لي احلى عيون بني سويف. طب رجل القوس قرب يولع في انثى الحمل، وهي كمان قربت تولع فيه، يعني الاتنين قربوا يولعوا في بعض. فكرة كلها خلي بالك، ركزي في المزنق ده يعني. والله انا واحدة بتقول لي انت ايه رأيك في المغربية، انا سمعت ان الستات المغربية ستات نظيفة جدا وبتفهم في الاتيكيت قوي، ونساء رقيقات بسكوتات يعني، سمعت ده بس ما اتعاملتش مع مغاربة يعني. اسمع ان هي ست يعني ايه فاهمة، يعني ايه ست قوي، وفاهمة يعني ايه بيت وحياة زوجية وهكذا يعني، وبيهتموا بموضوع الشعر قوي مش عارف ليه يعني. تقول لك المغربية بتهتم بشعرها، يعني انت لو اتجوزتها هتفلسك بعد شهرين على الشعر بتاعها، هكذا يعني. دي ربما هي المشكلة يعني. انا ميزان وحبيبي جوزاء مجنني، وانت كمان مجنناه برضو، لان انا قلت دايما يعني ميزان وجوزاء بيبقى فيه نوع من انواع اللف والدوران على بعض شويتين. لا انت بتيجي معاه دايركت تمام يا منال، ولا هو بيجي معاكي دايركت، فده اللي تعبكم يعني. في هجس في الموضوع، في حوارات شويه صح. لا رد عليا خليكي. شيماء القوس كتير معصبني، اعمل معاه ايه وانا حوت معصبك فعلا. دي بقى علاقه، انا اقول لك انت كحوت تعبانه مع الراجل ده، حزلقوم مزهقك قوي يعني، حزلقوم مزودها معاكي. وانا عارف انت ساعات بتحس ان هو لسع خلاص يعني، ساعات كده بيراودك احساس ان الراجل ده اتهبل اتجنن، بيطلب حاجات كده غريبة وبيعمل اشياء غريبة. انا عارف خلي بالك يعني، عارف حاجة زي كده، فانت فعلا تعبانة معاه ومش فاهمة له كتالوج يعني، مش فاهمة ازاي تتعاملي معاه تمام هكذا يعني. ميزان واسد يا كاملي علاقة عالية جدا، ولو يعني الراجل هو الميزان تبقى افضل. ليه بقى؟ لان راجل الميزان يشخلع ست الاسد، وست الاسد شخلعني تلاقيني. مين هنا ستات اسد؟ لا رجاء، مش انتوا يا ستات الاسد مبدأكم في الحياة شخلعني تلاقيني؟ لا ردوا عليا رجاء في الحتة دي صح؟ شخلعني تلاقيني هو ده، وحط الشباك بعده الهاشتاج هكذا، ردوا علينا بقى في الحتة دي. طرق وقوس صعبة متعبة، أرجوك رد عليا قول لي برج الطالع. في برجك الطالع هيجي كده، ده احنا عايزين تاريخ الميلاد ويوم الولادة ومكان عايزين وليلة وساعة الولادة وليلة واسم الوالدة. ايه ناس انت واخدة الموضوع من الشواشي ولا؟ رانيا مساء النور والله بحسب مساء الطور، والله قريتها مساء الطور يعني، حتى كاميليا بتقول لي صح اللي انا اقول مساء الفل يا رانيا. اه روق عليا تاخد عينيا، اللهم صل على النبي. انت منين؟ انت اسد يعني؟ لا هي الشخلعنة تلاقيني هو ده المنطق خلي بالكم يعني. فالميزان كراجل مع الاسد بيبقى حلو. جوزائية وميزان توافق عالي. دلوية من سوريا ماجي زي الفل، ناعمة ناعمة وذكية وفي احيان كتيرة بتشوف ان الحب مضيعة للوقت. باختصار دي شخصية الدلوة السورية. عاوزين نعرف ازاي نتعامل مع برج الراجل. لما الاغيك لغيني على رأي الحكم دار. لا ما دي بقى يعني ايه، دي مبادئ، مصطلحات تانية، مبادئ تانية مع الراجل. بس هو المبدأ الاهم يعني او الشائع، شخلعني تلاقيني صح، هشتكني وبشتكني تلاقيني مكملة معاك يعني. ما تلف وجهك عن الشاشة يعني ايه يعني، ايه ما تلف وجهك عن الشاشة؟ ألفه فين ده؟ يعني أكلمكم بقفايا يعني؟ يعني أخلي قفاه للكاميرا مثلا ده قصدك؟ تصدق ممكن نجربها ويبقى في صدى صوت يعني، يخبط في اللي وراه في الحيطة ويرجع لكم. فكرة يا هلا فعلا. أنت ما نمتيش ولا إيه؟ أكيد ما تعشتيش لسه، الجوع ده ها؟ أثر الجوع ده.
يا جماعة حد يقول لي تعليقي باين انا شفته ولا فريدة؟ انا شفته. اعمل حلقة عن البرج الطالع، اعمل استفتاء 400 الف مرة محدش بيختاره، طب اعمله لمين؟ وستات الحوت مع رجل الطور عشان انا جبت اخري. ما انت هتجيب اخرك يعني، بس هو في توافق، يعني في توافق انت بتحتويه، بس هو بينطح. انا فاهم، انا مقدر المعاناة اللي انت فيها، النطح عارف صدقيني، وانت رقيقة لا تتحملي نطحة واحدة، بس بتحبي مش كده؟ مش انت يا حوتية يا بنبنية بتحبي، معجبة بشنباته صح؟ الفكرة كلها في كده. هيام قال بس شغال لسه. اعمل ليه يا محمد وانا ماليش لازمه؟ يعني اعمل لك ايه يا رشا؟ ايناس عاوزين لايف كل يوم. انت يا ايناس الوحيده اللي عايزه لايف كل يوم، اللي على الجماعه اللي معانا على اللايف مرتبطين، يعني لان انا باجي في وقت المكالمات، دلوقتي في مكالمات فهم زمانهم دلوقتي يعني، وانا ما بفضاش الا دلوقتي. طب اعمل ايه بقى؟ بفضى في الوقت اللي هو فيه مكالمات فيه، طب اعمل ايه يعني؟ اكون انا السبب في فشكلة العلاقات بتاعتهم؟ يدعوا عليا انا ناقص؟ اكتفى يا جماعة بالقدر ده لان في مشكلة في الموبايل. ثواني كده بقى خليكم معايا اشوف هنكتفي ولا لا، بس في مشكلة بقى. انت الصوت قدامكم واضح ولا ايه؟ لان في حاجة حصلت كده فمش فاهم. يا عم انا عايز الايف كل يوم فرصة بقى. خلصنا امتحان، مين اللي خلص؟ انت لسه بتمتحني؟ لا والله. ده على مين ده؟ ليه دي؟ لسه بتمتحني؟ ده انت قربتي ان انت تتخرجي. يعني تمتحني فين بقى؟ انا عايز افهم يعني. ها؟ كنت بتحلمي ولا ايه؟ ليه دي داخلة على ال 67 وتقول لك انا خلصت امتحان؟ يا ليه دي يقول الكلام ده لما تبقي داخلة يعني جروب جديد محدش عارف؟ احنا عارفين الموضوع كله فين يعني؟ الامتحانات قال. ومش هتلاقي عرسان هنا، انا ما عنديش رجاله. انت بتدوري في المكان، ما تدوريش هنا يعني، مش هتلاقي هنا عرسان، ما فيش. طيب تمام كويس. اسماء حوت لو الست افضل، لو العكس اسود بصراحه. يعني الموضوع بيبقى صعب قوي في حاجه زي كده، صعب فوق ما تتخيلي يعني، لامانه الله يعني، عشان برضو يبقى انت عارفة الموضوع رايح فين وجاي منين. رجل جوزاء وانثى حمل لو العكس افضل، بس العلاقة دي عامة فيها توافق، يعني توافق يعتبر عالي. ليدي قطعت العرسان اللي جرت وراها وهي مش معبرة ومتأكدة، جريوا جريوا جامد يعني، جريوا وراها. ها البلد كلها كانت بتجري وراها صح مش كده؟ انا سمعت برضو عن حالة زي كده من فترة، كانت في واحدة بتجري والبلد كلها طايرة وراها فعلا يعني، بس ما عرفتش بقى السبب كان ايه يعني بصراحة. بس أول مرة أعرف إن هي ليدي يعني، ما شاء الله فصل ورجع. طب كويس، عايزين لايف كله عيوني. حاضر والله حاضر. حمل مع العذراء يعني مسود عيشتها. أنا راجل حمل وبقول لك، بس هي بتدعي عليه كل يوم إن هو يعني ربنا يفكها منه، بس يعني يا يهدي يا يفكها منه يعني. عقربة اسكندرانية انت كده عديتي، عقربة واسكندرانية محدش يقف قدامك، خلي بالك يعني. انت شنو برجك؟ حمل. مش هعرف ليه اتعامل مع رجل الميزان؟ انا الجدي ممكن ترد عليا؟ ما يعني اصل رجل الميزان ده راجل يعني، انت كست الجدي واقعية شوية. شوف حتى التعليق بتاعك جاف ازاي، يعني التعليق بتاعك حتى ما فيهوش نوع من منال، ما فيهوش تقريبا منال ومش عارف مين، تعليق كده يعني. شوف تحس ان انت نهايه العالم السوداويه يعني، مفيش قلب، مفيش حاجه بتضحك، اي مفيش الكلام ازاي يعني سودتي؟ فانت واقعيه وبتقفي وتدققي، والراجل ده يحب يبقى طاير كده ويجري ويروح وحريه ويهزر ويلاغي ويبص لدي شويه، ودي صاحبتي ودي بنت اختي ودي بنت اخي، وانت ما عندكيش بقى الحال المايل ده وتدققي معاه. تمام. بعدين هو لما يتزني يكذب، يهجس عليك، وانت ما تحبيش اللي يكذبك، اللي يكذب يعني. من وجهة نظرك انت كده بتشتغلني وبتستقل بيا، انت بتشوفي كده يعني، فهمت حاجة زي كده؟ هكذا يعني، فتوافق صعب بقى، علاقة مجهدة يعني.
مش تروح تطلعيه برضه. بس هو اللي انا اتقفل من التعليل لما الاقيه مجرد كده بصراحه، يعني مفيش حاجه بتضحك، مفيش، لازم يبقى في حاجه في النص تكسر اللون الابيض ده يا جدعان. يعني الاسم بالابيض والتعليق بالابيض، ايه ده؟ عقرب وقوس يا ايمي، مجننين بعض، صعبه. طب انا حوت اعمل ايه عشان اسيطر على حزلقوم؟ لا مش هتعملي، لانك مهما عملتي مش هتعملي، ما بتسيطرش على حزلقوم خالص. حزلقوم من الرجال اللي يعني حتى لو جبت ملكة السيطرة في ستات الابراج مش هتعرف بجد، يعني صعب السيطرة على هذا الرجل للامانة، يعني ما بتسيطرش عليه ده، لان لو سيطرت عليه فتأكد ان انت خسرتيه او هو بيقضي نحبه، يعني بيقضي الايام الاخيره فزهد في الدنيا. الا رجل، الا حزلقوم، الا رجل القوس دلويه وبيقولوا عني بارده. لا هي مش بارده، انت مش سريعه الدخول في العاطفه. يعني في ستات مثلا الراجل يقعد معاها اول ما يقول لها رموشك بس، شوف الرموش، تبص تلاقي القلب بتاعها نط بقى هنا كده او هنا، وبيعمل توم 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 هكذا. في ستات بقى محتاجه شغل عالي، يعني فالدلو يعني ايه في حته العاطفه ما بتوعاش بسرعه، يعني بيبقى عايزه مجهود جبار. يعني فلو راجل بقى مستعجل زي الحمل مثلا، زي القوس على سبيل المثال، في البدايه ممكن يقول يتهمها بالبرود او التبارد يعني، بس بعد كده بقى اما بيعرفها بيبقى التوافق عالي. يعني انا برنسس واسكندرانيه وبحس اني متفشخره بنفسي على طول، وضعك يسمح لك. لا وضعك يسمح لك ما دام شبشبك جاهز خلاص، ولا حد يقدر ان هو يقف قدامك. لا وبتتعكس كتير، انا دايما اقول بتتعكس كتير صح، اصل هي بنات الاسد من الستات اللي بتتعكس كتير عامه، احنا قلنا بتستفز الرجال ستات الاسد، يعني ممكن تلاقيها كبيره قوي خلاص هي مشيت لازم تتعاكس، بس بتبقى مبسوطه بحاجه زي كده عادي، يعني لان الاسد تحب الاطراء والمديح وان هي انا ماشيه ارض تهدي، ولا يعني مين عليك يهدي، ده مبدا الاسد يعني هكذا. يبقى قولي ميعاد اللايف. اللايف عامه من 11 ل 12 يوم او يوم لا غالبا، يعني ده الميعاد اللي هو الاصلي. يعني اختار سومة العاشر ولا حزلقوم في رايك؟ كحوتيه 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 ولا كحوتيه كحوتيه افضل لك سومة العاشر طبعا، يعني انتوا الاثنين مع بعض. بصوا انا مش عايز اقول لك العشق هيولع في جناين الذره اللي في البلد كلها، يعني ما شاء الله هيام ما بعد هيام، الحب الافلاطوني يعني ما شاء الله. سومة العاشر يعني بجد بلوبوف بلوبيف. انا حبيت كل شباب الحاره بس ولا شبشب ولا شاب حبني. نهار اسود، ايه ده يا هاله، انت حبيتي كل شباب الحاره ولا شاب حبك؟ نهار اسود، ده انت حالتك صعبه على كده. وانا اقول الاكتئاب اللي انت مصدره لنا ده سببه ايه؟ لا يا بنت انت معاكي حق، لا يعني حبيتي كل شباب الحاره ولا واحد ليه؟ انت بتعضي ولا ايه؟ مش معقولة يا هالة يعني، يا ساتر، كل شباب الحق كلهم؟ ده بتقول لي شفت الهم اللي أنا فيه؟ والله شفت كلهم. نهار اسود، أنثى العقرب ورجل الجوزاء، التوافق متعب. احنا كام على اللايف يا جماعة؟ رجاء عشان اتمسمر قدامي ما عادش باين يعني. كل شباب الحارة، ده داخل على طمع يا ماجي، بتقول لي كل شباب الحارة وبتأكد تقول لي كلهم تاني، يعني والطويل والقصير والتخين والرفاع، انت مفيش مقاييس للارتباط يعني، يعني اي شاب وخلاص ما دام النوع ذكر يمشي. والله يا هلا، ده انت يعني ما شاء الله عليك، ده انت يعني ده انت ما لو الستات كلهم زيك كده، كلهم الكبير والصغير كمان، والله انت مية مية. ما الستات كلها لو زيك كده كانت الرجاله شوفت فشخرت فشخره ما بعدها فشخره. والله تخيلوا الست تحب كل رجاله البلد يعني. سبحان الله، ولا واحد. نهار اسود، حاجه غريبه والله، مش مستغرب ولا واحد ازاي يعني ازاي.
ليه يعني؟ انت لو ام زبعبع كان في واحد حتى بصلك يعني، مش معقولة. لله حكم، دي حاجات من عند ربنا ما نتدخلش احنا فيها للأمانة يعني. طب يا جماعة ألف شكر، احنا على اللايف 170. شيماء رضا، أنثى الحمل ورجل الحمل، شوف لنا حل. الحل إن أنتوا يعني المناخير اللي في السما دي تنزلوها شوية، نزلوا شوية يعني، يعني خفوا على بعض، بلاش كبرياء زيادة عن اللزوم وتعنت والكلام ده. كيف التوافق بين الميزان ورجل الحمل برجك؟ والله توافق عالي أوي يا منال، والله من أعلى التوافقات. ليه بقى؟ لأن أنا كرجل حمل أحب اللي تفشخرني برضه، وأنتي أستاذة في الفشخرة كميزان. خدي بالك، يعني أنتي تقدري أوي تفشخريني. هي الفكرة، اللعبة كلها هنا. اتعامل مع الحمل إزاي وأنا عذراء مش هتعرفي؟ صعب، هيبقى صعب عليك، متعب. أنا رجل حمل أوي وبقول لك هيبقى صعب. مش معنى مش هتعرفي إن أنتي تفركشي العلاقة يعني، بس تحتاجي مجهود يعني، تبقي داخله وحاطه في ذهنك ان في ظهور ميته. يا ساتر يا رب. ردوا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اختي الفاضله نورتي. بس ليه ميته يعني؟ مين اللي موتها؟ انثى اسد يا على الغرور اللي انا فيه. شوف حتى هم معترفين ان هم مغرورين، ستات الاسد، ما بالك بقى تعترف ان هي مغروره؟ سبحان الله. بس هقول لكم على حاجه، انتوا تستحقوا بصراحه يعني، يعني حته الغرور دي انت معاكم حق فيها، الواحد يتكلم يقول اللي ليه واللي عليه بمنتهى الامان، حته جميله يعني. يلا يا جماعه بقى نكتفي بالقدر ده، واللي ما ردتش عليه هرد عليه ان شاء الله في الايام القادمه. اعملوا شير، اخبطوا لايك قبل ما تمشوا، وهكذا يعني، لازم اي حد ممكن يستفيد. ونلتقي قريبا ان شاء الله يعني، يا بكره يا بعد 11 ل 12 ده ميعادنا يعني. يلا تصبحوا على خير بقى، روح اللي عنده اي مكالمة يروح، اللي عنده يبقى قاعد بيرن وانت بتكنسلي عليه وعامله حجة، روح يلا يا سيدي. اهم حاجة اللي رجاء بقى، عشان لو عملت لايف بكرة او بعده هسألكم، اللي يعني اللي هقفل اللايف هتروح للمحروس على طول تقول لنا في اللايف الجاي قالوا ايه، نتفق؟ ردوا عليا بقى، الموافق يقول موافق، تمام؟ يلا تصبحوا على خير.